شكرا فايزة موزة التاسعة من تلفزيون الجزائر، أهلا بكم. بداية يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لدراسة مشروعي قانونين يتعلقان بالإعلام والنشاط السمعي البصري وعرضين خاصين بقطاعي الشؤون الخارجية والصحة، بالإضافة إلى مسائل ذات صلة بانشغالات المواطن. والجزائر الجديدة تمضي قدما في تحقيق تطلعات الشعب بإصلاحات جذرية، لا سيما في قطاع العدالة الذي تعزز أمس باتفاقيتين حول التعاون القضائي بين الجزائر ولبنان في المجال الجزائي وتسليم المجرمين. توجت المحادثات الثنائية التي جمعت وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ونظيره اللبناني هنري الخوري. وزير العدل حافظ الأختام أكد أن اتفاقيتين تعدان الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية وتؤسسان إطارا جامعا مانعا يحصن البلدين من التهديدات الإجرامية وذرعا منيعا يحول دون إفلات المجرمين من المتابعة والعقاب. ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أمس اجتماعا للحكومة تمت خلاله دراسة النقاط الأساسية، ففي مجال الصناعة قدم مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بالاستثمار، وطبقا للإجراءات المعمول بها ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وفي مجال البيئة قدم مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، والذي سيتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وفي مجال الصحة تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لوثائق الصحة قصد تحويلها إلى وكالة وطنية لرقمنة الصحة. أما في مجال الشباب والرياضة فقد قدم عرض حول مسار اعتماد المشاة الرياضية وبالأخص ملاعب كرة القدم في إطار تأهيل المنشآت المعنية وتكييفها مع المقاييس والشروط الجديدة للاتحادية الرياضية الدولية في مجال تصميم وإنجاز المشاريع والمعايير التقنية والأمنية. في موضوع آخر، تنطلق اليوم بمختلف مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن دورة فيفريه 2022، حيث يشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي بولاية بجاية على إعطاء إشارة انطلاق الدخول المهني لهذا الموسم. وللإشارة فإن دورة فيفريه لهذه السنة يميزها استحداث أزيد من 280 ألف مقعد بيداغوجي كيفت تخصصاته مع متطلبات سوق الشغل مواكبة لاستراتيجية البلاد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي. وللمزيد عن هذا الموضوع نربط الاتصال بالزميلة أحلام قلمامي المتواجدة بالمعهد الوطني المتخصص في الفندقة. أحلام، كيف هي أجواء الدخول المهني دورة فيفريه وما هي التخصصات الجديدة أحلام؟ إذن أسعد الله صباحك زميلتي سهيلة، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الأكارم. مثلما سبق الذكر زميلتي، نحن الآن بالمعهد الوطني المتخصص للفندقة والسياحة ببن عكنون بالجزائر العاصمة، أين نشاهد على المباشر انطلاق مجريات التحاق طلبة التكوين والتعليم المهنيين بمقاعدهم البيداغوجية دورة فبراير 2022. وما يميزه استحداث مناصب بيداغوجية ومقاعد بيداغوجية وسوق العمل. لمزيد من التفاصيل تلتحق معنا سيدتي الكريمة جديد تخصصات هذه السنة. نعم، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت تميز هذا الدخول بتوفير ما يزيد عن 16 مقعد بيداغوجي متوزع عبر نمط التكوين التأهيلي عبر التكوين الإقامي وعن طريق التمهين. استحدثنا تخصصات جديدة تتماشى وسوق العمل الذي يتطلبه سوق الشغل
حاليا. تخصصات معظمها كانت عن طريق التمهين الذي يفضله الشباب حاليا. من أحدث التخصصات هو صيانة العشب الرياضي، هي مدة التكوين 12 شهر عن طريق التمهين. التخصص التأهيلي مثل استرجاع وتكرير النفايات هو عبارة عن تخصص تأهيلي متوج بشهادة تأهيل أولي مدته 6 أشهر. عندنا كذلك تخصص الزخرفة البربرية اللي تم فتحه على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين رويبة إينات. زخرفة البربرية هو عبارة كذلك عن تخصص تأهيلي مدة التكوين هو مدى قصير يتوج بشهادة تأهيل مهني. كما ارتأينا أن يكون الدخول عن طريق المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة. والمشاريع تاعنا المستقبلية هي استحداث تخصصات جديدة في مجال الفندقة، السياحة والإطعام والحرف التقليدية اللي راهي طالب كتير من طرف الشباب. شكرا جزيلا سيدتي الكريمة. إذن كان هذا فيما يخص مناصب البيداغوجية المستحدثة لهذه السنة. فيما نلتمس إقبال كبير للطلبة على قطاع السياحة والفندقة. تفضلي. السلام عليكم. أنا طالبة فزيلة من عرسي، التحقت بالتسيير الفندقة والسياحة. الحمد لله التحقت بالأس دو. إن شاء الله على بالنا باللي الجزائر بلد سياحي، ان شاء الله نكونوا مستقبل زاهر ان شاء الله. وشكرا. شكرا جزيلا. كانت هذه مجريات النقل المباشر لانطلاق عمليه التحاق الطلبه بهذه المقاعد البيداغوجيه. شكرا جزيلا، عوده اليكم زملائي. شكرا لك اذا احلام ولضيفتك الكريمتان. نتابع هذا الموضوع في مواعيدنا الاخباريه اللاحقه. في اطار متابعتها المتواصلة لوضعية الجالية الجزائرية في أوكرانيا وأمام تدهور الحالة الأمنية، تدعو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الذين لا يزالوا متواجدين بأوكرانيا إلى التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف، وهذا قصد التنسيق الضروري للتعامل مع تطورات الأوضاع التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر. وبالنسبة للجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، تهيب الوزارة بالوزارة الخارجية بضرورة التواصل مع سفارتي الجزائر بالبلدين عبر الأرقام التالية التي تظهر على الشاشة، وتخص الأرقام الخضراء بسفارة الجزائر بوارسو وسفارة الجزائر ببوخارست. الأرقام إذن تظهر على الشاشة. كما تحرص وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كل الحرص على جمع المعلومات المتعلقة بمواطنين في أوكرانيا، ولحد الساعة لم يتم تسجيل أي حالة وفاة من بين أفراد جاليتنا المقيمة بهذا البلد. وفي تطورات العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الرابع، تتواصل المعارك الضارية في مختلف الجبهات وسط دوي انفجارات ضخمة وتصاعد لأعمدة الدخان في العديد من المباني بالعاصمة كييف ومحيطها بعد تعرضها لموجة جديدة من القصف الروسي. يحدث هذا فيما تتوالى ردود الفعل الغربية بشأن الغزو الروسي على أوكرانيا وسط توجه أوروبي لعزل تام لروسيا دبلوماسيا وماليا، وهو الأمر الذي حذرت منه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية. إلى ذلك دعوات دولية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن من أجل التصويت على بحث الأزمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. دوليا دائما، وفي الشان الصحراوي، تحتفل اليوم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالذكرى 46 لإعلان تأسيسها، حيث شهدت العديد من المحطات والتطورات السياسية والاقتصادية منها والعسكرية في تاريخ بناء مؤسساتها. وميدانيا، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات
الاحتلال المغربي بمنطقتي أكرارة الفرسيك وأودي أم ركبة بقطاع المحبس حسب البيان العسكري الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. في الرياضة الآن، ينشط الناخب الوطني جمال بالماضي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى ندوة صحفية يتطرق خلالها إلى تربص الفريق الوطني الجزائري استعدادا لمباراة السد المزدوجة والمقررة يومي 25 و29 مارس القادم أمام المنتخب الكاميروني والمؤهلة إلى مونديال قطر 2022. وفي كرة القدم، دائما ولحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، المجموعة الثانية يواجه نادي شبيبة الصورة بملعب بنغازي نادي الاتحاد الليبي ابتداء من الساعة 5 مساء، فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة القارية. وبهذا سيداتي سادتي، ناتي لختام الموجز، في أمان الله.